نبقى مع أخبار الدوليين المغاربة. أدرج الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لاعب المنتخب أيوب الكعبي ضمن أفضل الهدافين في العالم لعام 2024 من فتح يناير حتى 31 من أكتوبر الماضيين. وحال الكعبي في المركز السابع برصد 34 هدفا حتى نهاية أكتوبر، سجلها لصالح ناديه أولمبياكوس اليوناني، منها 16 هدفا في الدوري المحلي و14 هدفا في المسابقات الدولية الرسمية للأندية، ثم 4 أهداف مع المنتخب المغربي. ويتصدر القائمة المكونة من 56 لاعبا السويدي فيكتور جيوكيريس ب 50 هدفا، يليها النجم الانجليزي هاري كين ونجم مانشستر سيتي ايرلينغ هالاند برصد 40 هدفا لكل منهما. ويواصل الكعبي التهديف مع ناديه اولمبياكوس في الموسم الجديد، اذ سجل له 9 اهداف في مختلف المسابقات مع مساهمته بتمريرتين حاسمتين.